السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنت من الأشخاص اللي بالعادة بتشتري أدوية أو بتجيب أدوية من خارج السويد؟ فهذا الخبر مهم جدا بالنسبة إليك. قبل عدة أيام تمت محاكمة رجل لهذا السبب. شو القصة؟ القصة أنه هذا الرجل كان جاي من تايلاند وكان جايب معه أكثر من 100 علبة أدوية مقوية، عبارة عن مقويات. فلما وقفته الجمارك بالمطار تمت مخالفته تم عرضه على المحاكمة. السبب أو القانون بيقول أنه لما شخص بيجيب أدوية من خارج البلد، يعني من دولة خارج الاتحاد الأوروبي، فلازم ما تكون الكمية بتتجاوز الاستهلاك لشخص واحد لمدة 3 أشهر. يعني هذا الشخص إذا بده ياخذ هاي الأدوية لازم تكفي فقط 3 أشهر، ما تزيد عن هيك، وإلا لازم هو يبلغ الجمارك الموجودة بالمطار. طبعا هذا الرجل قال أنه ما كان بيعرف شد الكمية المطلوبة حتى أنه يستخدمها، فبالتالي جاب كل هاي الكمية الكبيرة. لكن المحكمة قالت أنه هذا الرجل كان مهمل بالحصول على المعلومات المطلوبة، أنه شو هي شروط إدخال الأدوية إلى السويد، وبالتالي تم تغريمه بغرام يومي قدرها 4400 كرون بسبب هاي المخالفة. لذلك انتبهوا من هذا الموضوع وشاركوا هذا الفيديو حتى يوصل للجميع وتعمل فائدة. شكرا للمتابعة.